بسم الله الرحمن الرحيم. هذه غزة أرض العزة، أرض الشجر والهواء الطلق، أرض الضحكات العالية ولعب الأطفال. إنها غزة أرض بها الكثير من التفاصيل. وأين هذه التفاصيل؟ أين ذهبت؟ إنها الآن في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. نرحب بكم أعزائي المشاهدين بالحلقة الأولى من برنامج أمسية لغزة، والتي نقدمها بعون الله نصرة ودعما لأهلنا المرابطين في قطاع غزة المحاصر. تبث هذه الحلقة أعزائي المشاهدين ضمن إذاعة قدسنا المرئية وعبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بكادر الحلقة معنا اليوم، زميلي خليل أبو حجر الذي سيصاحبنا بإذن الله رب العالمين في المصاحبة الموسيقية، وأيضا الأستاذ حسام القاضي، وضيف حلقتنا لهذا اليوم الفنان محمد صبوح. أهلا وسهلا فيك محمد. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا ابتنما. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا ابتنما. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات. رمضان مجال صلوات في دنيا النفس وأخراها. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. طوبى للنفس بتقواها. ما شاء الله، طيب الله هذه الأنفاس محمد. أهلا الفنان أحمد. الرائع، الله يسعدك. كل عام وأنت وأهل غزة وعائلتك بألف خير. يعني محمد، في ظل الظروف الحالية وما يعانيه قطاع غزة المحاصر، كيف استقبلت عائلة محمد صبح شهر رمضان هذه السنة أو هذا العام؟ طيب ابتداء برحب بجميع المشاهدين اللي اليوم بيشوفونا عبر إذاعة قدسنا وعلى جميع منصات السوشيال ميديا، ونبدأ من عند غزة وننتهي بغزة. فاليوم إحنا من بعد 7 أكتوبر تحولت كل حياتنا وارتبطت بغزة وأهلها وما يجري فيها وأحداثها. فترانا نصبح على غزة ونمسي على غزة، نأكل على غزة ونشرب على غزة، ننام على غزة ونصحو على غزة. فأصبح الموضوع هو يعني أعتذر، صار زي لايف ستايل بالنسبة لنا، طريقة حياة نعيشها إن شاء الله حتى النصر والتمكين بإذن الله. زي حال جميع الناس، رمضان كان بالنسبة لنا غير كل رمضان. ففعلا فعلا رمضان هذا فعلا إحنا إلنا أخوة. إحنا اليوم منصوم ومنفطر في ميعاد، هم يصومون ويفطرون بميعاد آخر. نعم. ربما لا يفطرون، يعني تجد الناس يمكن إحنا منتسحر منمسك الطعام، هو أصلا ممسك الطعام. إحنا اليوم على أذان المغرب منفطر، إحنا عارفين متى حنفطر ومتى حنتسحر، هم ما عندهم موعد. فيعني لك أن تتخيل أنه بهجة رمضان الآن غير كل رمضان. فنحن نشعر في غصة حتى في استقبالنا لرمضان، في تزييننا لرمضان. احنا العام هذا ما زينا. صحيح. اطفالي بيسالوني احنا ليش مش راح نزين، بحكي لهم عشان احداث غزه، اخواننا في غزه. احنا الان هم الان يعني فاهمين الموضوع.
فكان بالنسبة لنا أسهل، لكن سبحان الله هي غصة. ستبقى هذه الغصة في قلوبنا حتى النصر والتمكين إن شاء الله. ربنا ينصرهم إن شاء الله. محمد، يعني أول إشي بدي تحكي لي أنت من وين، من أي قرية في فلسطين، لحتى نكمل إن شاء الله على السؤال اللي بعده. أنا في من مدينة نابلس. ما شاء الله. من نفس مدينة نابلس. مشهورين بالكنافة. مشهورين بالكنافة من حارة الياسمينة. ما شاء الله. في نابلس. شو في عادات وتقاليد لدار صبح أو عائلة صبح في فلسطين لاستقبال شهر رمضان المبارك؟ هلا حالنا حال جميع أهل فلسطين، لكن من حلوياتنا اللي بنستقبل فيها ونوزعها مثلا في ليلة رمضان الكنافة النابلسية المشهورة عن أهل نابلس، الحلاوة والزلابية، ما بعرف إذا الناس بيعرفوها أو لا، بالإضافة لأصناف كثيرة من الحلويات توزع في ليلة رمضان، وبتصير أجواء وتعليق الفوانيس وكذا، هذا شيء يكون سبحان الله ليلة رمضان واستقبال رمضان، فبيكون أجواء جميلة جدا صراحة في طيب في نابلس. يعني محمد، شو علاقة الكولاج بأهل نابلس؟ طيب هي من الأكلات المشهورة مثل الكنافة، يعني حتى إحنا ما بنسميها كولاج، إحنا بنسميها أولاز. فلكن الآن هي منتشرة باسم الكولاج، لكن في نابلس لليوم إذا بدك تأكلها ما بيسموها كولاج، بيسموها أولاز. أولاز. من الأكلات الرئيسية والحلويات الرئيسية في نابلس. محمد، يعني بجوز ما بعرف لأهل نابلس في تراث أو شيء معين من النشيد أو النشيد المختص بفلسطين، هل في أنشودة معينة هيك حاب دندنها معنا إلها علاقة بقريتك في نابلس أو حارة الياسمينة؟ تمام، يعني منسمعكم شيء من تراثنا الفلسطيني ونذكر فيه بلدتي اللي هي ومدينتي اللي هي نابلس. نعم. في دقي عبابنا يا يمه، هي دقي احبابنا يا يمه، في دقي عبابنا يا يمه، هي دقي احبابنا يا يمه، هي دقي قويه يا يمه، دقنا بلسيه يا يمه، عشاق الحريه يا يمه، بدقوا عبوابنا يا يما، هدول الغوالي يا يما، أسود المعالي يا يما، هدول الغوالي يا يما، أسود المعالي يا يما، بيدقوا عبوابنا يا يما، بيدقوا عبوابنا يا يما، هي دقيت احبابنا يا يما، دقي عبابنا يا يما، هي دقيت احبابنا يا يما، في دقي عبابنا يا يما، هي دقي قويه يا يما، دقينا بلسانيه يا يما، عشاق الحريه يا يما، بدقوا عبوابنا. ما شاء الله، أدام الله هذا الصوت النابلسي حبيبي الجميل. حبيبي يا أحمد، الله يسلمك. محمد، هذه الأيام بيواجه المقدسيين شتى أنواع الظلم والإبعاد عن المسجد الأقصى، وليس غريبا عن الاحتلال في كل شهر رمضان من كل سنة إبعاد عن المسجد الأقصى، تحديد الأعمار التي تصلي في المسجد الأقصى، والآن صرنا نسمع بالأخبار عن وضع حواجز حديدية لمنع المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى. ما هي وظيفة الفنان محمد الذي يغني للقضية الفلسطينية وبالتحديد القدس؟ جميل. أو أي شخص تجاه هذه القضية؟ جميل. طيب، يعني اليوم الفنان هو جزء لا يتجزأ من المجتمع، وبالنهاية يقع عليه دور في مثل ما يقع عليه دور في الفرح وفي الحزن، يقع عليه دور حتى في الجهاد والمقاومة. فاليوم إحنا المقاومة إلها سبل، ومن سبل هذه المقاومة الجهاد بالصوت والجهاد بالكلمة. صحيح. وكثير ناس من المجاهدين ومن المقاومين توصلنا أخبار أنه أنشيدنا وأغانينا يدندنون بها حتى داخل المعركة. فتخيل لك، يعني تخيل لك أن تتخيل أنه هذا الموضوع قديش يعني بيرجع بيعملنا بوش إلنا، مش إلنا محمد، وحتى الأسرة محمد كذلك، والأسرة كمان في سجون. نعم. الاحتلال. نعم. بوصلنا أنه بدندن في أنشودتك وكذا. يعني ما شاء الله. فإحنا دورنا يقع من هون، أنه أنا يعني أنه اليوم أنا أقاوم معه وأدعمه وأعينه على صموده بالكلمة وبالصوت وبالأنشود. نعم. اللي أنا عمالي بأديها. محمد، المقدسيين قبل أيام صلوا صلاة النصر التي لم تصلى قبل 333 سنة. ما شاء الله. تخيل الرقم. ما شاء الله. ما دلالة ذلك الشيء برأيك؟
هذا إن شاء الله بداية التحرير بإذن الله والنصر والتمكين لأمتنا بإذن الله تعالى. إن شاء الله. يعني إحنا رحنا على القدس، حابين نسمع منك إيش عن القدس. جاهزين إن شاء الله. هذه القدس إلنا وإحنا هاليها، يا غاصب اسمعنا بالروح نبديها. هذه القدس إلنا وإحنا هاليها، يا غاصب اسمعنا بالروح نبديها. لو زادوا الاستيطان لو هجروا إخواني، لو زادوا الاستيطان لو هجروا إخواني، لكتب على الحيطان راجع لأوطاني، لكتب على الحيطان راجع لأوطاني. هذه القدس إلنا وإحنا هاليها، يا غاصب اسمعنا بالروح نبكيها. يا قدس يا إمي بصرخ وبعلنها، يا قدس يا إمي بصرخ وبعلنها. لو قطعوا لحمي ما بعد أنا عنها، لو قطعوا لحمي ما بعد أنا عنها. هذه القدس إلنا وإحنا هاليها، يا غاصب اسمعنا بالروح نبديها. هذه القدس إلنا وإحنا هاليها، يا غاصب اسمعنا بالروح نبديها. يا غاصب اسمعنا بالروح نبديها. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن محمد، يتعرض الغزيين لشتى أنواع الظلم والقمع والتجويع لصرفهم عن قضيتهم وثباتهم في أرضهم. طبعا الآيات القرآنية وصفتهم أنهم فرحين عند رب العالمين. الآن في الجنة كما قرأنا في البوستات والكلام اللي نزل على السوشيال ميديا، الآن في غزة أو في الجنة عفوا تبنى غزة جديدة، لكن تمتاز هذه الغزة بأنها تمتاز بالهدوء والسلام، وبعيدة عن الحرب، بعيدة عن القصف، بعيدة عن التجويع. ماذا تقول لأهل غزة محمد؟ يعني إحنا اليوم والله شو ما نحكي لغزة وأهل غزة، والله لا نوفيهم حق من حقوقهم، بأبسط حق من حقوقهم علينا. اليوم هم يذودون عن 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 حياض هذه الأمة، اليوم هم بدافعوا، هم اللي بيقدموا، هم اللي يمارس عليهم هذا التعذيب، هم اللي يمارس عليهم هذا الظلم، ونحن نجلس هنا نتفرج. والله في بعض الأيام تنظر هيك بتقول يا ريتني كنت معاهم. أي نعم هذا أجر عظيم، لكن في الدنيا عذاب شديد عليهم، وهم الوحيدين اللي للأسف يعني صامدين ويدفعون فاتورة هذه الأمة. الجميع يجلس، وبعض يعني أعتذر، بعض الأشخاص يمكن يتعامل مع الموضوع وكأنه يشاهد شيء على التلفزيون ويتابعه كما يتابع أي مسلسل أو فيلم، لكن فعليا اعتدنا على المشهد، اعتدنا المشهد. فما حالهم هم؟ أنا أنسبائي من غزة ترى، وكل يوم أتواصل معهم، وكل يوم يعني أعيش الحالة معهم أيام كثيرة، يعني نجلس ولا ننام الليل ونحن ننتظر خبر عن أحد أقاربنا في المنطقة التي تقصف. يعني بيكون في قصف في هذه المنطقة، إحنا بنضل دلك تطمن عليه تشوف جالسين، وبتنقطع مرات الاتصالات لأيام معاهم، فإحنا بنضل عايشين لأيام في ننتظر رعب. في رعب ننتظر خبر منهم إنه يطمنونا إنه ما زالوا على قيد الحياة. يعني أحمد، إحنا إذا بس بدنا نضيف شغلة، إنه إحنا مع مرور العمر بالنسبة إلنا وصار في عنا أولاد قاعدين نكبر، صرنا نستشعر شوي كيف الواحد لما يطلع يحكي إنه أنا والله فقدت أولادي. نعم. ولا نعم. فيعني عن جد إحنا فلذة الكبد طبعاً يعني طبعاً يعني هي قطعة من كبدك تمشي على الأرض، ولكن نحييهم لصمودهم. نعم. وعدم تركهم لأرضهم يعني. نعم. هذا بجوز هم الصفوة التي بقيت الآن. آه والله. يعني والله. ما في غيرهم بالضبط، وهم الوحيدين اللي فعلا الآن يقدموا شيء لا يستطيع أن يتحمل الإنسان. 100%. يعني حط حالك في مكانه، هل أنا بقدر أفقد أولادي وأتعامل مع حياتي بشكل طبيعي لاحقا؟
ايش درجة الإيمان اللي وصلوا لها يا جماعة؟ قمة صعوبة، مش شيء طبيعي. الدرجة من الإيمان اللي بشوف إلى الله وصلها مع الله، بيموت من الجوع قاعد وأنا صامد وبحتسب. ترى ما عاد همهم الأكل والشرب، يعني هو همه اليوم يضل، يعني يصحى تاني يوم يكون عايش، يكون عايش. صحيح صحيح. طيب محمد، الآن الاحتلال في هذه الأيام بيبعث منشورات لسكان غزة، صحيح. غادروا أماكنكم، اتجهوا على المكان الفلاني لأنه إحنا في مكان خطر وبدنا ندافع عنكم. طبعا هذا كله كذب بكذب. أهل غزة بيحكوا لك إذا كنا في هذا المكان وانتقلنا إلى مكان آخر، إذا كنا مكاننا نقصف، وإذا انتقلنا إلى مكان آخر أيضا نقصف، وين نروح؟ فشو محمد صبوح برد عليهم؟ راح أرد عليهم في 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 أنشودة. تفضل محمد. نحلم إنه نعيش زي كل الأدميين، صحاب نكبر معهم بدون فراق، نلحق الفراشات نسمع صوت العصافير، نلاقي بيوتنا مش محروقين، وين نروح؟ وين نروح؟ وين ما شاء الله محمد، الله يعطيك العافية. طبعا وين نروح؟ هالعمل الجميل واللي فيه إحساس رائع كان من توزيع الموسيقار الرائع خليل أبو حجر وأدائك. صحيح، وكمان كلمات وألحان
شقيق خليل. استاذ نمر ابو حجر. نمر ابو حجر ما شاء الله عليكم. ما شاء الله العمل جميل جدا ما شاء الله. صراحه عمل ابتسم بكله كان هيك عباره عن كتله احساس ما شاء الله. من الكلمه للحن للتوزيع للاداء ما شاء الله عليكم. بصراحه يعني كان بصمه محمد بصراحه هي البصمه الكبيره. الله يسعدك يا خليل. طبعا محمد يبقى السؤال وين نروح، يعني سؤال برسم الاجابه، سؤال لن يتم الاجابه عليه، ما حدا عنده جواب. ما حدا عنده جواب. صحيح. نعم محمد، الآن أهلنا في غزة يحتاجون إلى الدعم. صحيح. ومثل ما حكينا قبل شوي إنه الدعم قد يكون بالكلمة واللحن. الأسرى في سجون الاحتلال بيسمعوا بتزيدهم هاي الكلمات والألحان صمود وعزيمة على مغادرة. صحيح. هذا الأسر أو السجن، وأيضا أثناء المعركة اللي بيخوضوا المعركة عم يسمعوا لهاي الكلمات. صدر لك في بداية حرب 7 أكتوبر أنشودة اطلع يا قمرنا. صحيح. وطبعا هاي في إلها قصة أتوقع محمد إنه تم استضافتك من خلالها على وكالة الأنباء العالمية رويترز. صحيح. تحكينا شوي عن هذا الكليب الجميل. طيب الآن يعني سبحان الله هذا العمل برضه يعني الحالة طغت على هذا العمل، فهو كلماتي وألحاني. نعم. مرات الفنان يعني، وأنا مش شاعر يعني، ممكن أنا بلحن بس أنا مش شاعر، لكن مع الحاله اللي انت اللي بتعيشها مرات تستفزك هذه الحاله انه تخرج منك شيء مش مألوف يعني، فانت كتبت الكلمات تلحن كذا. نعم. فهذه كانت من كلماتي والحاني. نعم ما شاء الله. وسبحان الله الانشوده يعني لمست الناس وصلت لهم، وانا كثير بيجيني حتى عليها فيدباك حتى من نفس غزه يعني. ما شاء الله. بنفس غزه ناس سمعتها وتداولوها، فهذا الحمد لله شرف عظيم ابتداء انه وصلت لاهلنا في غزه، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله انه إلنا كان بصمة في هذه المعركة. هو الله يتقبل منا هذا العمل، وكان متعايش مع الأحداث اللي قاعدة بتصير، وبتعطي عزيمة وقوة. صحيح. في ظل الصمود اللي قاعدين بصمدوا إخواننا. وهيك كان الهدف منه إنه فعلا إحنا نوقف معهم ونعينهم على الحرب هذه. حابين نسمع جزء منها. جاهزين. تفضل. اطلع يا قمرنا وهل ضوع الغزاوية، مخلقنا تنعيش بذلك لقنا نعيش بحرية. اطلع يا قمرنا وهل ضوع الغزاوية، مخلقنا تنعيش بذلك لقنا نعيش بحرية. يا الله يا شعبي يا الله اضرب وبعون الله، اكسر شوكة هالكيان امسح بيدك هالعدوان. يا الله يا شعبي يا الله اضرب وبعون الله، اكسر شوكة هالكيان امسح بيدك هالعدوان. هيلا 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 هيلا. يا فلسطيني يا مغوار تسلم يا شعبي الجبار، عزتنا وهويتنا ما بنستسلم شو ما صار. يا فلسطيني يا مغوار تسلم يا شعبي الجبار، عزتنا وهويتنا ما بنستسلم شو ما صار. وهيلا يا شعبي الله اضرب وبعون الله، اكسر شوكة هالكيان امسح بيدك هالعدوان. يا الله يا شعبي يا الله اضرب وبعون الله، اكسر شوكة هالكيان امسح بيدك هالعدوان. هيلا 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 هيلا.
ما شاء الله طيب الله هذه الأنفاس محمد. طبعا وصلنا محمد مع هذه الأنشودة لختام حلقة اليوم وأمسية اليوم من الأمسيات التي نقدمها دعما لأهلنا في القطاع المحاصر. وطبعا محمد احنا أخذنا على عاتقنا في نهاية كل أمسية وكل حلقة دعاء صغير لأهلنا في غزة بيقدمها الفنان اللي بيكون موجود معنا. لكن قبل هيك خليني أنا أنهي الحلقة. وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة. طبعا شكر خاص للموسيقار خليل أبو حجر اللي صاحبنا بالموسيقى وأيضا الأستاذ حسام القاضي اللي صاحبنا بالإيقاع. نستودعكم الله أعزائي المشاهدين، نلتقيكم بإذن الله في أمسية قادمة وأمسية جديدة بعون الله الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نترككم الآن مع هذا الدعاء وننهي به حلقة اليوم من أمسية لغزة. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا كريم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد اللهم على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم كن مع إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم حقق آمالهم وخفف آلامهم يا أكرم الأكرمين يا كريم. من لهم سواك يا الله، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عرايا فاكسهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنهم خائفون، فكن أنت أمانهم يا الله، وانصرهم على من عاداهم يا الله. اللهم من لهم سواك، اللهم من لهم سواك يا كريم يا كريم يا أرحم الأرحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.